إهمال موجود وباين يعني على مرمى ومسمع من ناس كتير، يعني لما الحكومة من حزب معين والرئيس من حزب معين ويجي حد من رجال سياسة الحزب ما عندوش أي فكرة عن النوبة، إذن ما عندوش أي اهتمامات وهيحاول يعني يهمش أو هو مهمش أصلا. لما واحد يجي يقول مثلا من رجال السياسة أو في الحزب ده اللي هم بيدعوا إن هم الحزب إسلامي، لما يجي يقول علينا بربر أو غزاة أو جالية، يبقى أنت ما عندكش مرجعية إسلامية. مش عارف ليه مصرين إن النوبي زي ما هو، النوبي جزء من مصر، ودلوقتي تيجي تقول لي أنت بتفكر في الانفصال ليه؟ طب أنت باصص لي كفنان، لو ما عندكش فرح مش هتاخدني، لكن لو عندك مصنع هتاخد نوبي، لو عندك مدرسة هتاخد نوبي. الناس بتعمل وزارات وبتروح تتكلم وكل حاجة، بس ما فيش حد بيسأل فينا. طبعا هو مش قادر يحل مشاكل بسيطة في مصر، هيجي يفضل النوبة هنا؟ اللي انا شايفه بصراحة ان الاخوان لا، ما فيش حاجة اسمها ان هم يوقفوا ولا فضية نوبية ولا الكلام ده، هم لا يجوزوا لأي شيء بصراحة. اللي هي دي الحقيقة، هم ينضفوا نفسهم الأول ويحاولوا يعملوا فعلا ربنا كويس قبل ما يعملوا الشعب بتاعنا ده. مش وارجع اقول لك ايه تاني، يعني برضو زي ما الثوره اتعملت وشالت مبارك وجبروته، برضو جبروتهم هم يعني مش هيبقى اقوى من بتاع مبارك. يعني اسسنا حركه كتالة نظرا للاساءات اللي وصلت للكرامه النوبيه من اعضاء بارزين في حزب الحريه والعداله، اللي دايما اتعمدوا في الفضائيات يذكروا النوبه بالاساءه وتهميش الحضاره والى الدستور اللي ما عبرش عنه والى يعني تمثيل في الشورى. بس احنا اسسنا الحركه بعد الرد المسيء من عضو قيادي في حزب الحريه والعداله اللي هو اساء للنوبه على اساس ان هي عباره حضاره ثانيه وكانه ما عرفش الحضاره النوبيه شيء عنها. الاساءات المتتاليه من حزب الحريه والعداله ربت عندنا يعني عداوه للنظام الاخواني ده وللحزب الفاسد ده اللي هو اصلا ما عندوش اي موروث تاريخي. يعني بيتكلم في كل ملفات سرقه، سطوا على الدستوريه، سطوا على كرسي النائب العام، سطوا على الشعب، على الشورى، جابوا ملوا كل حاجه بالاغلبيه وهم مش اغلبيه. رغم كتر الاساءات دي كنا بنقبل الاعتذار من اي حد فيهم ونضطر نكمل معاهم. انتخبنا الدكتور مرسي وقلنا انه رأي جاي بطريقه شرعيه واستأمناه على ملفاتنا وحقوقنا وكل حاجه، ولكن الامانه دي بدلها بالخيانه والتهميش وعلى كل الاساءه اللي شافها لينا ما خدش خطوه واحده يعني للتعبير عنه. المفروض ادبيا لو هو عايز تاني يصحح المسار تتقدم اعتذارات مما هو اعلى ممن سب، يعني اللي ذكر ده لا يذكر، تمام؟ اعلى منه يقدم صوره يعني صورة اعتذار ترضي أبناء النوبة. إحنا مستعدين، إحنا نستنكر إن إحنا نكون تبع ولاية بيحكمها ناس جواهم أحقاد للوطن وللشعب. الناس دي لو فكرت تتعرض لأهدافنا السلاح أخلي شيء، أخلي شيء. هم النوبيين إحنا شرس منهم، هم عايزين يشوفوا اللي بيقول عليهم عصام العريان واللي بيقول عليهم حسين عبد القادر هكسوس وبربر، نوري له مين هكسوس وبربر، نوري له الثقافه الثانيه اللي هم ما يعرفهاش. اسلام الدوله تكون منحله، من حق الشعوب الحره انها تستخدم السلاح، تمام، في الحفاظ على اراضيها ومواطنها وسيادتها، من حقها تقرر المصير او تنفصل او تبقى دوله مستقل، يعني دوله مستقله. بنوصل رساله كده للحريه والعداله ان انتم مسيئين ولا تمثلوا اي شيء في مصر غير السطو على المؤسسات المصريه من التنفيذيه، من ده انتوا حتى يعني حتى الان ما شفناش غير قرارات كلها هادمه للدوله. حركه كتالة على فكره مش بعاد عن ال يعني احنا لما نزلنا الثوره انشانا حركات برضو نوبيه يعني زينا زي الحركات اللي في مصر وكده يعني. فالحركات دي يعني كنا بنشارك في توعيه الناس وتعبئه الناس في الثوره وكنا شغالين برضو في تطهير المؤسسات وكده يعني. انا مواطن مصري اه، بس انا عندي حقوق المواطنه ناقصه، اديني حقوقي التاريخيه بعد كده نتكلم في رغيف العيش والوعود، وعود في وعود. ثم بعد كده اتفاجئنا باهانات يعني بطريقه ممنهجه. فقال لك لا، دول يعني دول تعبوا النظام السابق، لازم نقضي على الناس دي بطريقتنا الخاصة. ازاي؟
عصام العريان اتهم النوبيين قبل كده بان النوبيين دول غزة. ماشي هاتي. مرسي ايه اتهمنا ان احنا جاليه، وصفنا ان احنا جاليه. ماشي. يعني ما خدناش اجراءات على اساس ان خلاص ان الدوله بتستقر. كان في برنامج في قناه ما كانوا مستضيفين مصطفى الجندي ومسؤول الاتصال حرية والعدالة الدكتور حسين عبد القادر. فكان في حوار، الحوار كان عن التهميش. فمصطفى الجندي بيسأل فحسين عبد القادر بيسأله بيقول له انتوا الدستور مش عاجبكم في ايه؟ قال له حاجة بسيطة، مثلا انتوا ليه رفضتوا مقعد للنوبيين في التأسيسية؟ فطبعا هاج وقال ألا انتوا بكره كمان هيعملونا زي البربر جزائر ويحدوا بالانفصال و و وبيكرر الكلمه. الراجل بيقول له مفيش بربر عندنا، انت بتتكلم بتقول ايه؟ فطبعا احنا بالنسبه للدستور من 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 المعايير كنا طالبنا ان لازم يكون لينا مقعد. اجتمعنا في تاني يوم الحلقه دي لان دي يعني دي اهانات متكرره. فاجتمعنا عايزين نعرف قصه الـ كل شويه قيادي بالذات في الحريه والعداله. يعني مثلا لو من حزب تاني انما من نفس الفصيل رابع مره. فاتفقنا ان احنا نعلن الحركه، ان الحركه دي كل اللي في الحركه يعني الحركه دي يعني هتعرف تجيب او ترد على الاهانات المتكرره للحريه والعداله. يعني ستوب. فقرر ان احنا نشيل الحركه دي. انا بسميها برضو انها حركه نضاليه. تمام؟ الكثير طبعا قالوا انها حركه مسلحه ومش مسلحه، حركه نضاليه. فيها كثير. فيها كل الاساليب.